من شري عادل لحلاشي حام معز مسعود عاشق الزواج من النجمات. شقيقة حلاشي حا هذه تفاصيل زواجها من معز مسعود وحقيقة ارتدائها الحجاب. ثلاث ملاحظات على عقد قران حلاشي حا ومعز مسعود أبرزها ظهور الفنانة بالحجاب. معز مسعود دروس في الحب والارتباط والانفصال أيضا. بعد إعلان عقد قرانهما القصة الكاملة لزواج حلاشي حا ومعز مسعود. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب حلاشي حا ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع حلاشي حا. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. معز مسعود دروس في الحب والارتباط والانفصال أيضا. أقيم أمس عقد قران الفنانة حلاشي حا على المنتج والداعية معز مسعود في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل بحضور عدد محدد من الأهل، وظهرت حلاشي حا بإطلالة محتشمة مرتدية فستانا أبيضا طويل وتسريحة بسيطة، وفي إطلالة أخرى مرتدية حجابا فوق رأسها، بينما فضل معز مسعود ارتداء بدلة كلاسيكية. ومؤخرا أعلن الثنائي معز مسعود وحلاشي حا ارتباطهما للمرة الأولى بعد أن نشر مسعود مقطعا من أغنيته الخاصة فايرر عبر حسابه على إنستغرام مصحوبة بلقطات من أفلام روكي، وكتب قائلا: لقد سجلت مؤخرا بواسطة هاتفي جزءا من أغنية المقبلة التي عزفتها على الجيتار، وهي أغنية كتبتها منذ عام 2007. وتابع موجها حديثه إلى حلاشي حا: هذه الأغنية لك يا فتاة، رحلتنا واحدة، مضيفا: لقد ابتعدنا عن المياه الضحلة، وهو اقتباس من أغنية شالو التي قدمها برادلي كوبر مع ليدي جاجا في فيلم ستار إز بورن، والتي كانت تتحدث عن الاقتراب من الصعود إلى السطح والأضواء حيث لا يمكن للآخرين إيذاءهما. وردت الفنانة حلاشي حا على رسالة المنتج معز مسعود ونشرت مجموعة من الفيديوهات الخاصة بمعز مسعود عبر حسابها على إنستغرام، وخلالها كان يتحدثان عن التسامح والتحاور بين الشعوب والأديان. ثلاث ملاحظات على عقد قران حلاشي حا ومعز مسعود أبرزها ظهور الفنانة بالحجاب. تصدرت الفنانة حلاشي حا والداعية معز مسعود منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانهما عقد قرانهما أمس الاثنين في حفل بسيط اقتصر على الأهل. وفي السطور التالية نبرز ملاحظات لعقد قران معز مسعود وحلاشي حا. أولا الحجاب. ظهرت الفنانة حلاشي حا في إحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وهي ترتدي الحجاب، حيث أطلت بفستان أبيض وطرحة بيضاء من أجل مراسم عقد الزواج. ثانيا غياب نجوم الوسط الفنية. غاب عن المشهد أيضا أصدقاء حلاشي حا من نجوم ونجمات الفن، حيث لم يحضر أحدا منهم، واقتصر الحضور على أهل العروسين، كما تم تشديد الحراسة على عقد القران من قبل الفندق. ثالثا حلاشي حا أكثر حظا من شيري عادل. تلقى خبر زواج الفنانة شيري عادل احتفالا بزواجها من معز مسعود كما حدث مع حلاشي حا، بل كان زواجهما خفيا دون وجود أي مراسم احتفال أو حفل زفاف أو عقد قران. شقيقة حلاشي حا هذه تفاصيل زواجها من معز مسعود وحقيقة ارتدائها الحجاب. كشفت الفنانة هنا شيحة تفاصيل زواج شقيقتها حلاشي حا من الداعية الإسلامي معز مسعود، والمتوقع انعقاده يوم 8 فبراير في أحد فنادق القاهرة. وأوضحت هنا شيحة أن عقد القران من المقرر أن يشمل بعض الأصدقاء المقربين والعائلتين فقط، التزاما بالإجراءات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا. وتجاهلت هنا شيحة الشائعات المتداولة عن تأجيل عقد الزفاف في اللحظات الأخيرة بسبب تعرض والدي حلاشي حا لوعكة صحية، وأكدت أن حفل الزفاف سيقام في موعده، متمنية السعادة لشقيقتها وأن يبعد الله عنهما عين الحسود. ونفت هنا شيحة الأنباء المتداولة عن اعتزال حلاشي حا الفن بعد زواجها من الداعية الإسلامية معز مسعود، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة. وأشارت هنا شيحة أن معز مسعود لم يضع أي شروط على شقيقتها حلاشي حا بشأن
إتمام الزواج وأن بينهما حالة من التفاهم والتوافق الكبير، مشددة على أن معز مسعود لم يعارض وجود حالة شيحة في مجال الفن، خاصة أنها لا تشارك في أعمال فنية مثيرة للجدل أو تقوم بمشاهد خارجة عن النص. حالة شيحة ومعز مسعود يعترفان بحبهما للمرة الأولى بعد فترة من الشائعات. بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما، أعلنت النجمة حالة شيحة عن علاقتها مع الداعي الإسلامي معز مسعود عبر حسابها بموقع انستغرام بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان المقاتل، حيث قال: لقد سجلت أغنية التي كتبتها عام 2007 وهي أهداء لك يا فتاة، رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع. وقامت حالة شيحة بإعادة نشر أغنية معلقة عليها: أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء. وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ 13 من يونيو، عندما نشر الداعي عبر حسابه على انستغرام صورة له ممسكا جيتارا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: هاي معز مسعود من واخد الصورة، ليرد عليها شخص مهم أوي. كما رد الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة وقتها على الأقاويل التي طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعي والمنتج معز مسعود، موضحا في تصريحاته لليوم السابع أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة دون أن يكون هناك ارتباط رسمي بين ابنته ومعز، مشيرا إلى أن الأخير لم يحدثه في أي شيء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن. مقال الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة: إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حالة شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حالة من حقها الزواج حيث ترعى أبنائها بمفردها. لهذا السبب أنت حبيبي. حالة شيحة تتحدث عن حبها ودعمها للداعية معز مسعود. شاركت الفنانة حالة شيحة برسالة مباشرة إلى الداعية معز مسعود داعمة إياه عن طريق لقطات مصورة، ويتحدث خلالها عن الخير والعدل، موضحا في الفيديو أنه ليس هناك حاجة إلى الخلاف بين الأشخاص، وفي حالة تفهم الجميع تلك الفكرة يسود الاحترام بين الجميع قائلا: وذلك ليس لأننا أحسسنا ببعضنا وصرنا أصدقاء، ولكن لأننا تعارفنا. ومن هنا وجهت شيحة كلمات: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: كيف يقنع معز مسعود المشاهير بالزواج منه؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.